كثير عنا وقت قصير، بعد شي 3 دقائق بدنا نحكي عن شو يلي جذبك بالبداية للإعلام، أول وجه شفتي، أول مقابلة سمعتيها، أول شخصية شفتيها على التلفزيون أو الإذاعة. طبعا عمتي. لا غير هلا انه لا مش لاني بتعرفي عمتي، بس لانه اول شخص شفته تعرفت عليه يعني عشت معه كان شيء كثير طبيعي. نهى الخطيب سعادي كثير بحبها، كثير بعشق اطلالتها، وبوجه لها تحيه من عندكم وبقول لها ان شاء الله كمان الله يعطيها الصحه. سيده كانت رائعه خلال التدريب لما كنت اتمرن معها، فهالوجوه كثير بحبهم. ما منشوف هون نفرتيتي. طب قديك الطفلة كنت تتخيلي إشي هيك عن كواليس التلفزيون، وبس صرت أنت تشتغلي بالتلفزيون شفت أنه في إشي ممكن تكون صح وقدي إشي مختلفة عن اللي كنت يعني تتخيلي؟ يعني ما كتير أخذت معي تخيلات لأني كنت فوت على التلفزيون، يعني كنت أحضر الكواليس كنت كلها. أعرف طبعا، هلأ كنت بعمر أصغر ما كنت أستوعب كتير الأمور اللي عم بتصير، بس بعدين لأ شفت بس كواليسها حلوة. شو درست بالجامعة؟ أنا كنت عم بعمل إعلام بس ما كفيت. أنا وقفت وأخذت خبرتي من البيت ومن شغلي. مينيموم كيف كنت عامل اختصاص تاني لأنه الإعلام عندك يا لحالك كليا. هلأ في مشاريع جديدة؟ هلأ لأ، بس في دراما أو في تحضير للدراما. هلأ عندي فكرة برنامج جديد ممكن أني أقدمه كمان على الإذاعة. نحن نسلم على نهى الخطيب سعادة، عم نشوف كمان هون صورة. نعم أوكي. رائعة. أوكي. تفضلي رولا. نعم، فبس هلأ مبدئيا هو الاهتمام بدراما لحتى هيك. ما قلت مثلي؟ بهذا الشعر الأحمر؟ إلا إذا فيني بعد خبزة لأنعك بالأزرق يعني. قال لي، سألني قال لي رولا شو رأيك بعد تعملي أزرق؟ فقلت له أعطيني شوية وقت ممكن، ما حدا بيعرف. تهتمي بشكلك، بتحبي؟ بحب غير، يعني عندي الجرأة أني هيك غير. صح، أصلا اللوك رولا هيك كتير مميز عندك، مش لوك كلاسيكي، مختلف جدا. ما جوابتيني إذا ما قلت مثلي أوليك؟ بدي اتعدى على هالمهنه مثل غيري؟ ما بعرف، يمكن يكون عندي موهبه، ما بعرف صراحه. ما حدا اكتشفني بعد. بس المهم ما ادعس دعسه ناقصه. طب مع هالاعمال الدراميه الكثيره على التلفزيون قديش بترجع اشي ايام بنعرف بتنعرض بنفس الوقت؟ صح. بس بحكم شغلك هلا ببرنامج الاذاعي اللي يعنى بالدراما، قديش بترجع بتشوف الحلقه اونلاين وبتحللي وبتشوفي؟ اكيد، يا بحضر اونلاين، يا مثلا في مسلسلات بتنعرض بعدين. صح. بترجع بوقت متاخر وحده تنتين بعدين برجع بحضرها لحتى يكون تحليلي منطقي. كرمال هيك انا ما بستضيف ممثل كاتب او مخرج قبل ما احضر العمل. يعني المسلسل بدي احضر كذا حلقه، العمل المسرحي بدي روح احضره، الفيلم السينما ما بستضيف وبحكي عن عمل ماني عارفه شو هو. شو اخر شيء حضرتي وحبيتي او شو اللي حبيتيه كثير؟ اخر عمل، اخر مسرحيتين حضرتهم هن بتقتل وكلكم سوا. بتقتل مع برناديت حداب وطلال الجردي لجقديح. صح. والاستاذ كميل سلامي بكلكم سوا مع بديع ابو شعره ورودريغو وباتريس. صح. حبيتيهم كثير حلوين. وفيلم يلا عقبالكم شباب كمان كثير حلو. واكيد فيلم فيليب عرقتنجي اسمعي. رائعين. اوكي، رائعين. يلا نحن انبسطنا بحضورك اليوم معنا باستوديو اخبار الصباح الاعلاميه رولا ابو زيد. ان شاء الله هيك ما بعرف هالمقابله تكون انت راضيه عليها. انا بدي اقول لكم شكرا لانه من اجمل اللقاءات اللي صارت معي. حلو. بشكرهم على مهنيتكم وحسن استضافتكم والسلاسه بالحوار. شكرا. شكرا لكم. اهلا وسهلا. شفتي ليش بحكي بسرعه؟ انا دغري بيخلص الوقت. ما انا مثلك بحكي بسرعه. تختمي انت الحلقه مع المشاهدين. نحن خلصنا، خلص اخبار الصباح، ما بقى لنا شيء. انا بدي اقول لكم تابعونا بكره بلقاء جديد من اخبار الصباح من الفيوتشر تي في، تلفزيون المستقبل. وبدي أشكر متابعتكم لنا لليوم، ونهاركم سعيد وتبقوا بخير. باي.